قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه أي ضمه عليه الصلاة والسلام إلى صدره صلى الله عليه وسلم، وهو لا يبصره، يعني ما لا يرى من الذي ضمه، لا يدري من الذي ضمه من الوراء، لا يدري من الذي احتضنه من الوراء. فقال: من هذا؟ يقول زاهر: من هذا؟ من الذي أمسكني من الوراء؟ أرسلني، اتركني، من هذا؟ اتركني. فالتفت فعرف النبي عليه الصلاة والسلام. ضمه عليه الصلاة والسلام له من الوراء هذا نوع من المزح، وهذا يستفاد منه أن المزح يكون بالكلام، الكلام الذي فيه مؤانسة وفيه ملاطفة، ويكون أيضا بالفعل، قد تؤانس وتمازح أخاك بكلمة، وقد تمازحه بحركة تدخل عليه سرورا وفرحا، تدخل عليه سرورا وفرحا، أو بإشارة، خاصة في ما يتعلق بالأطفال الصغار، حركة اليد، حركة اللسان، ملامسة الطفل في شعره أو في كذا، يدخل عليه سرور، يدخل عليه سرورا عظيما. قد لا تكلمه، بحركة منك معه يفرح بها فرحا عظيما، تبقى عالقة في قلبه. وكان عليه الصلاة والسلام يمازح الصغار ويدخل عليهم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومر بعضها. فالممازحة تكون بالكلام وتكون أيضا بالأفعال. وهنا في باب ممازحة الأطفال أجدني مضطرا أن أؤكد إلى أن يكون ممازحة الأطفال في حدود الرحمة. أحيانا بعض الناس يخرج به مزحه مع الطفل الصغير إلى حدود الإيذاء، وأحيانا الإضرار بالصغير، وهو يقول: ما أردت إلا المزح، ما أردت إلا المزح والمداعبة. يعني بعضهم يأتي عند الطفل الصغير ويمسك شعره من هنا ويشده الأعلى فيصيح الطفل يمزح معه، أو يمسك الطفل الصغير أبو سنة وسنتين ويرميه إلى السقف، يرميه إلى السقف ويرتاع قلبه ويدخل الخوف، وربما يصاب بمرض جبن يستمر معه فترة طويلة من حياته يمزح معه. وهكذا من الأعمال الفوضوية التي بعض الناس يمارسها كأنه يمازح الطفل وهو يؤذيه ويضر بقلبه، ربما يصبح قلب الطفل مرتاعا، يصبح قلبه خائفا مرعبا، ربما يأتيه مرض نفسي أو نحو ذلك بأنواع هذه المزاح، أو مثلا يصرخ في أذنه بصوت عالي أو نحو ذلك. كل هذا ما يجوز، هذا أذية وإضرار، وقاعدة الشريعة المعروفة في عنه عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز حتى لو كان بقصد المزاح والمداعبة.